جديد فيما يتعلق بإيقاف رئيس الحركة بالنيابة منذر لونيسي وعبد الكريم الهاروري؟ لا جديد، وقع سماعه من طرف فرقة مقاومة الإرهاب وتمسك بالصمت إلى أن يطلع على نتيجة الاختبار فيما يخص البصمة الصوتية، فهو الآن على ذمة فرقة مقاومة الإرهاب موقوف إيقاف تحفظي، وإلى أن يقع إعادة سماعه. من المفروض أن يقع سماعه يوم الاثنين. شو قال على التسجيلات؟ هو ناكر التسجيلات ووقع الاختبار حسب ما سمعت، ويريد الاطلاع على نتيجة الاختبار قبل الاستمرار في الإجابة على أسئلة المحقق. فيما يتعلق بعبد الكريم الهاروني؟ عبد الكريم الهاروني تفاجأنا مرتين، مرة أولى بوضعه تحت الإقامة الجبرية دون أي سبب أو تفسير بموجب القانون السيء الصيت متاع عام 78 الذي اتخذ نهار 26 جار في 78 الذي سقطت فيه العشرات والمئات من الشهداء واتخذ لمحاصرة الحريات، فبموجب هذا القانون اللي المفروض روقاء إلغائه وقع وضعه تحت الإقامة الجبرية إلى أن تنتهي حالة الطوارئ، وقتاش ربي يعلم. ثم بعد يومين وقع إيقافه، والآن فتحت قضية. شخصيا لا أدري ما هي التهمة، ونحن نتابع من خلال المحامين تطورات هذا الوضع. شو تعليقك على تصريح رئيس الجمهورية البارح من البنك المركزي كي قال سنتصدى لكل من يروج لإفلاس تونس؟ بارك الله فيك، احنا نعيش في زمن المؤامرة، المؤامرة في كل ركن. السكر ما ثماش مؤامرة، الخبز ما ثماش مؤامرة، الديون متراكمة على البلاد التونسية وما عندهاش باش تخلص مؤامرة. مؤامرة شكون؟ السياسيين واللوبيات اللي تمول في السياسيين، والسياسيين اللي أجوا في المواطنين. هذا هو التفسير وهذا هو برنامج العمل، وأكثر من هذا يحب ينحي استقلالية البنك المركزي. علاش نتعدى على البنوك باش ناخذ قروض داخلية من عندها؟ مباشرة البنك المركزي يعطيني ما أريد من أموال، وبالتالي العملة التونسية هي بعدها متهاوية وتولي ما عندها حتى قيمة، والأسعار تطلع التهاب فوق هذا الالتهاب الذي نعيشه. إذن السلطة عاجزة، السلطة في طريق مسدود، السلطة لا تريد أن تنظر إلى الواقع، لا تريد أن تستمع إلى الآراء المختلفة، لا تريد أن تؤلف بين الناس، تريد أن تقسم الناس. عندها الدولة هي آلة حصاد، حصاد الرؤوس من أي مستوى كان، من أي فئة اجتماعية كانت، رجال أعمال، سياسيين، إعلاميين، مدونين، والآن موظفين، يريد تسريحهم بالآلاف، يعني مئات عشرات الآلاف من الأسر بتلقى نفسها على قارعة الطريق بدعوى أنها دخلت الإدارة لاعتبارات سياسية. شهايد علمية مزورة مش لاعتبارات سياسية. يا أخي هو وقت اللي يقول قرآن منزل أوريونا اللي عنده شهادة مزورة الله لقعد حتى نهار يمشي على روحه، أما هو نهار راي شهادات مزورة ونهار راي ولاءات سياسية ولاية الإدارة هي اللي تعطل في الحياة الاقتصادية باش تأجج الأوضاع الاجتماعية. أنا نقول له ثبت روحك، ثبت روحك. الناس هذم عندهم حقوق مكتسبة في الإدارة منذ 10 سنوات، عندهم عائلات، عندهم أسر. اللي يثبت عليه أي شيء مخالف القانون يوجب تسريحه، معنا حتى مشكلة. أما هذا التهديد المستمر وتحريض الوزراء وتحريض رئيس الوزراء على الموظفين لتسريحهم بعشرات الآلاف، هذه عرفتها المجتمعات الكل اللي عاشت أزمة كيفنا احنا، وقت اللي الحرية تغيب، وقت اللي القانون يغيب،
يولي الاستبداد بالرأي والتحكم في مصائر الناس هو اللي يكون سائد كما هو الآن. وإحنا رأوا كل جمعة واقفين هوني ومش نسلموا في الوقفة متاعنا، أخطر عنا قيادات سياسية في السجون عندهم أكثر من 200 يوم في السجون، ولا واحد مرة فيهم واحد عيطوا حاكم التحقيق وسمعوا. هذوما قيادات سياسية مسجونين ظلما وباطلا وبهتانا، فبحيث نحن ماناش باش نسلموا في هالوقفة، رانا احنا ملح الأرض، احنا اليوم ماناش مناضلين، ماناش معارضين، احنا رانا اليوم مقاومين، نقاوموا في سلطة الانقلاب لحتى تسقط. راهو التونسي ما ينجم يعيش بالكرامة نتاعو كان تحت الديمقراطية والتعليم كان تحت الديمقراطية. دونك وقفتنا هذه أسبوعية وماناش مسلمين فيها. قالك إرهابيين، عصام الشابي إرهابي، خيام التركي إرهابي، جار من بارك إرهابي، هذوما عباد تناضل من اللي هما تلامذة، وهما يناضلوا على الحرية وعلى الديمقراطية ويحبوا توانسة أحرار وعندهم كرامة. حاجة ياسر مهمة، أنتم تعرفوا اللي راو نسبة التضخم لشهر أوت وصلت 9.3، معناتها من هوني لآخر العام باش نوصلوا لعشرة. والبطالة عندهم الحق، الشباب اللي يرميوا رواحهم في زوارق الموت ويمشيوا، راو عنا وصلنا قرابة 40% بطالة. من فين تحبوا؟ مسالش اقطع علينا الروز، اقطع الحليب، اقطع السكر، اصلا احنا ما عندناش فلوس باش نشريوهم. دونك ووقفتنا هذية هي حقوقية اما سياسية، وراو عنا الحق في التعبير وعنا الحق في ممارسة السياسة، وحتى انسان على ارض تونس ما ينجم يمنعنا، واحنا ملح الارض وماناش مسلمين الا ما يخرجوا القيادات نتاعنا الكل السياسيين من سجون الاستبداد ويسقط الانقلاب ويسقط الانقلاب.